التركيب الكيميائي للنبات. يحتوي الثوم على 61 إلى 66% من الماء و3 إلى 5.5% من البروتين و23 إلى 30% نشويات، بالإضافة إلى 3.5% من الألياف وزيوت طيارة. مركباته الأساسية اللين واللينيز والليسين واسكوردينين والسيلينيوم، مجموعة من الفيتامينات ألف باء جيم هاء، أملاح معدنية وخمائر ومواد مضادة للعفونة ومخفضة لضغط الدم ومواد مدرة لإفراز الصفراء. النبات والهدي النبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا، حرصا على راحة المصلين. أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه ثوم، فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري فقال: يا رسول الله، تكرهه وترسل به إلي؟ فقال له: إني أناجي من لا تناجي. الثوم في الطب القديم. يعتبر الثوم من أقدم النباتات التي عرفت في مصر، حيث وجد منقوشا على جدران معابد الفراعنة. تقول قصص مصرية باللغة الهيروغليفية إن الثوم كان يعطى للعمال الذين يبنون الأهرام لتقويتهم والمحافظة على صحتهم. كان الرياضيون الإغريق في اليونان القديمة يأكلون ثوما نيئا قبل الاشتراك في المسابقات، كما كان الجنود الرومان يتناولونه قبل خوض المعارك الحربية. أوصى أبقراط أبو الطب القديم بتناول الثوم للحماية من العدوى وتلوث الجروح والجذام واضطرابات الهضم. كان الثوم في العصور الوسطى يستخدم للوقاية من الطاعون، ويرتديه الناس كقلائد لطرد الشياطين ومصاصي الدماء. وكان الثوم يستخدم في الحروب للوقاية من الغرغرينة. النبات وعلماء المسلمين. قال الشيخ الرئيس ابن سينا: الثوم ملين، يحل النفخ جدا، وهو مقرح للجلد، ينفع من تغير المياه، ورماده إذا طلي بعسل على البهاق نفع، وينفع من داء الثعلب ومن عرق النساء، وطبخه مشويا يسكن وجع الأسنان، وكذلك المضمضة بمغلية، ويصفي الحلق مطبوخا، كما ينفع من السعال المزمن، ويفيد في أوجاع الصدر من البرد، وورقه يضر البول ويفيد الطمث، كما أن شرابه إذا كان مدقوقا مع العسل يساهم في إخراج البلغم. حدائق القرآن. الثوم ينقي الدم من الدهون الكوليسترول التي تسبب أمراض ضيق الشرايين وأمراض القلب ويذيبها. ينظف الثوم المعدة من الطفيليات، كما ينظف الدم من كل الجراثيم والميكروبات، حتى يقال إنه أقوى من المضادات الحيوية. ثبت أن الثوم يعوق انتشار سم الأفاعي في جسم الإنسان. ثوم ومادة الإليسين. مادة الإليسين الموجودة في الثوم تمنع النوع المتوسط من ارتفاع الضغط الرئوي. الثوم يمنع تكون الجلطات الدموية، وذلك بمحافظته على إبقاء الدم في حالة جيدة من سيولته.
بالإضافة إلى تخفيضه الجيد لكوليسترول الدم. إن استخدام الثوم لمدة 12 أسبوعاً يؤدي لخفض نسبة الكوليسترول في الدم. إن مادة الليسين الموجودة في الثوم هي مادة مضادة للسرطان، لذا ينصح مرضى السرطان بتناول الثوم، كما وجد أن الثوم يقوي القدرة الجنسية لدى الذكور ويخفض سكر الدم. العلاج بالثوم. ينصح لمن يعاني من مشاكل بالجهاز الهضمي أن يستخدم الثوم المطبوخ أو الثوم المستحضر طبيا، والذي يباع على شكل كبسولات، كل كبسولة تحتوي على خلاصة الثوم فقط بعد إزالة المواد المهيجة عنها. يستخدم الثوم شعبيا كعلاج للسعات النحل والحشرات، حيث يدعك مكان اللسعة بفص ثوم لتخفيف ألم اللسعة. يحتوي وائد النبات واستعمالاته. للثوم دور فعال في علاج التهابات القصبات المزمن والتهاب الغشاء القصبي النزلي والزكام المتكرر والإنفلونزا، وذلك نتيجة لطرح نسبة كبيرة من زيته، أي زيت الجارليك، عن طريق جهاز التنفس عند تناول الثوم. وللثوم دور فعال في قتل البكتيريا ومقاومة السموم التي تفرزها، وتعتبر بكتيريا السل حساسة بشدة لمادة البكتيريا الموجودة في الثوم. تمتد فوائد الثوم إلى مجال الأورام الخبيثة، ففي حالة طحنه ينتج مادة تعرف باسم دايليل، التي تؤدي إلى تقليل حجم الأورام السرطانية إلى النصف إذا ما حقنت بها، بالإضافة إلى مواد أخرى تؤدي إلى توقف التصاق المواد المسببة للسرطان بخلايا الثدي. يفيد الثوم في حالات السعال والربو والجمرة الخبيثة وقرحة المعدة والغازات والتهاب المفاصل، ويدر إفرازات الكبد، أي الصفراء، كما يفيد في تخفيض ضغط الدم. يزيد الثوم من مناعة الجسم ضد الأمراض، كما يكسب الجسم نشاطا وحيوية ويزيده حرارة. يفيد في حالات الأمراض المعوية العفنة، ويطهر الأمعاء خصوصا عند الأطفال. يفيد الثوم مرضى البول السكري كثيرا في وقايتهم من مضاعفات المرض. يمكن أن يوضع الثوم كعجينة على داخل الأصابع. الثوم تجارب ودراسات. بيّنت التجارب العلمية أن تناول أقراص أو مضافات الثوم تؤدي إلى زيادة في إفراز مادة نوربينفرين، التي تسرع عمليات هضم الدهون الثلاثية، مع زيادة ملحوظة في نمو الأنسجة الدهنية البنية. إن الأنسجة الدهنية البنية هي عبارة عن دهنيات مولدة للحرارة تعمل على أكسدة حرق الدهون العادية، حيث يتم إطلاق الطاقة الناتجة عن الحرق على شكل حرارة. كما تؤكد الدراسات العلمية أن الثوم قد يصبح في المستقبل أشهر المواد الحارقة للدهون. أثبتت الدراسات أن استخدام الثوم لمدة 12 أسبوعاً يؤدي لخفض نسبة الكوليسترول في الدم إلى 12% والدهون الثلاثية إلى 17%. للثوم دور فعال في تقليل احتمالات حدوث تسمم الحمل الناتج عن ضغط الدم، فضلا عن أنه يساعد على زيادة أوزان المواليد. يفيد الثوم في تحسين القدرة الجنسية، كما أنه منبه عصبي جيد، ويفيد في معالجة تساقط الشعر وفي الالتهابات الناتجة بعد الولادة النفاسية. الثوم يساعد على طرد الديدان والطفيليات من الجهاز الهضمي. يعتقد بعض العلماء أن للثوم نفس التأثيرات الواقية من السرطان على الإنسان، وخصوصا سرطانات المعدة والقولون،
وذلك نتيجة احتوائه على مادة تدعى الليسين. تحذير: مضار استخدام الثوم. حذرت دراسة جديدة من أن الثوم قد يشكل خطرا على صحة مرضى الإيدز وحياتهم بسبب تأثيره السلبي وتعطيله للعلاجات المخصصة لهذا المرض، وذلك رغم الفوائد العديدة المعروفة عن الثوم. الثوم مادة غنية جدا، إلا أنها تسبب عسر هضم أحيانا وتهيجا معويا أو تخريشا في الجهاز البولي، لذلك ينبغي تحاشي الإكثار منه أو تحاشي تناوله من قبل المصابين باضطرابات معوية ككسل المعدة وضعفها أو الخسور الكلوي.